عن فقه بقى المرأة في الحج، وكيف كانت الصحابيات مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج. ده اللي هنتكلم فيه وهنتعلم من ضيفتي الجميلة اللي وحشتني قوي قوي قوي، دكتورة إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات. أهلا بحضرتك يا دكتورة، وحشتيني وحشتيني وحشتيني. من هنا نقول إيه بقى للسنة الجاية؟ اهلا بك يا ايمان وبالسادة المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين، وانت كمان وحشيني قوي 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 يا حبيبتي. كلمينا عن الصحابيات في 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 الحجه النبي عليه الصلاه والسلام، مع النبي عليه الصلاه والسلام كانوا عاملين ازاي؟ عايزه اعيش معاهم، عايزه اتخيلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى اله وعلى اصحابه وعلى ازواجه وعلى اتباعه وعلى كل من والاه. الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجه واحده، لم يحج الا مره واحده، حرص في هذه الحجه على انه يصطحب كثير جدا من النساء معاه، صاحب كل زوجاته، كل زوجات النبي كانت معاه في الحج. بنت الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة، لأن هي البنت الوحيدة اللي كانت موجودة وعايشة في ذلك الوقت، اصطحبها معاه في الحج. كثير جدا بقى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عمات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل آل بيت النبي من النساء كانوا معاه في هذه الحجة. الصحابيات الكرام بقى من زوجات الصحابة كانوا موجودين في الحج، والبنات وأبنائهم وصغيرات في السن وكبيرات في السن، ويعني احنا نقول ايه صغيرات يعني فتيات يعني بالغات في السن كانوا موجودين في الحج، ونساء كبيرات كانوا موجودين، ونساء عجوزات كانوا موجودين، يعني كل الأعمار من النساء كانوا موجودين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. طبعا صحبة ما أجملها من صحبة. كان فيهم كل واحدة بطبيعتها النسائية، يعني كان في الحامل وكان في المرضع وكان في الفتاة وكان في المرأة العجوز اللي انقطع عنها الحيض. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد من هذا أنه كل أعراض المرأة تظهر، فيكون لكل عرض من أعراض المرأة حكم. نعم. الصحابيات وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندهم حرص كبير جدا 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 على انهم ينقلوا لنا كل حاجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما يتعلق بالمراه في مناسك الحج، وكل ما يتعلق بالنبي في الحج. من وجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم اتعلمنا حاجات كثيره جدا جدا، احكام كثيره جدا في الحج اخذناها من وجود النساء مع النبي في الحج. عشان كده بنقول خروج المرأة وجودها في كل مكان هو فائدة. ليه؟ لأنها بتعرف أحكام، بتكتسب معارف، بتكتسب معلومات، بتكسب وتكسب الأمة بعد كده هذه المعارف وهذه المعلومات. فالرسول كان حريص جدا، يعني الجهاد كان بياخد فيه النساء، الحج كان بياخد فيه النساء، الرحلات كان بياخد فيها النساء، الغزوات كان بياخد فيها النساء، كل حاجه كان بياخد فيها النساء صلى الله عليه وسلم. هل في عليه افضل الصلاه والسلام، هل في قصه معينه كان فيها امراه